السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ النهاردة اول محاضرة من محاضرات الاناتومي. في الاول حابب ادي مقدمة كده سريعة عن جسم الانسان. جسم الانسان بيتكون من 3 حاجات. اول حاجة هي الاورجنز او الاعضاء بتاع الجسم زي الكبد والطحال والمعدة والقلب والرئة و تاني حاجة هي التيشوز او الانسجة اكشولي او حقيقة الاعضاء بتتكون من انسجة، والأنسجة بتتكون من خلايا اللي هي سيلز. تمام؟ طيب أنا عندي 3 أنواع من العلوم الأساسية اللي بندرسها في سنة أولى طب، اللي هي بتختص بدراسة ال3 حاجات دول. في علم يختص بدراسة الأورجانز أو الأعضاء، وعلم بيختص بدراسة الأنسجة والخلايا، اللي بيختص بدراسة الأنسجة والخلايا مع بعض علم اسمه بايوسيل أو هيستولوجي، اللي هو علم دراسة الخلايا والأنسجة. أما علم دراسة الأعضاء فإحنا عندنا على حسب، لو انت هتدرس الاعضاء كفانكشن، فانكشن يعني وظيفه، الطحال وظيفته ايه، الكبد وظيفته ايه، وظيفته ايه، المعده وظيفتها ايه، فده علم من العلوم. اما لو انت بتدرس الاورجانز دي كستراكشر، ستراكشر يعني ايه، يعني تركيب، المعده بتتكون من ايه، طب موجوده فين، طب مين اللي على يمينها ومين اللي على شمالها، مين اللي فوقيها مين اللي تحتيها، انا بتكلم كاورجانز، يعني مثلا المعده على شمالها الطحال وعلى يمينها الكبد، فانت هنا بتتكلم كستراكشر كتركيب مكونات. تمام؟ فده علم تاني خالص. العلم اللي بيهتم بدراسة الأورجانز كفانكشن هو علم الفسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء. تمام؟ أما العلم اللي بيهتم بدراسة الأورجانز كستراكشر فهو علم الأناتومي أو التشريح، وهو ده our concern يعني اهتمامنا، أو هو ده الكورس بتاعنا إن شاء الله. أنت بتدرس ايه هي الاستراكشرز اللي انت بتدرسها، او ايه هو الاناتومي اللي بتدرسه؟ هتلاقي نفسك بتدرس معايا 4 أو 5 حاجات. طبعا علم التشريح من اهم العلوم الطبية على الاطلاق. هتلاقي نفسك بتدرس اول حاجة البون، العظم بتاع جسمك. تاني حاجة مين اللي فوق الايه، البون ده المسلز او العضلات، فكسونا العظام لحمة، اللحم هنا اللي هو العضلات. تمام؟ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. البون المسلز، بعد المسلز بتدرس الأورجنز المختلفة اللي هو الكبد والبنكرياس والحاجات دي كلها، والأمعاء الدقيقة والغليظة والكبد والقلب والرئة وهكذا. تاني حاجة ممكن تدرسها هي النيرفات، النيرفز أو الأعصاب. بقول لك ده واحد نيرف متعصب شوية، يبقى دي أعضاء، أعصاب، عضلات وعظم او عظام. تمام؟ هو ده ملخص دراستنا للاناتومي، والكتاب عندك بادئ بجزء العظم، جزء بسيط وسهل جدا. انا هوريك العظمية واقول لك الجزء ده اسمه كذا، والجزء ده اسمه كذا، والعظمة دي اسمها كذا. هنرسم مع بعض شوية رسومات هترسمها معايا ان شاء الله في كراستك او حاجة وانت بتتفرج على الفيديو، و ربنا يكرم بإذن الله. بسم الله نبدأ مع بعض. هنتكلم أول حاجة عن the bones، عظم of the trunk. trunk معناها الجذع. تمام؟ جسم الإنسان لو جيت أرسمه كده رسم على السريع، دي راسه، إيديه، رجليه، المنطقة ده أهي، هو ده الجذع، هو ده الترانك. تمام؟ طب إيه العظم اللي موجود في الترانك ده؟ تعال بص معايا، تعال نشوف مع بعض العظم بتاع الجذع ده او الترانك بيتكون من ايه. تعال الصورة دي، دي صورة للجذع من ورا ودي صورة للجذع من قدام. جايز تكون انت شفتها مثلا يعني في اي مناسبة، على يعني على حيطة عيادة مثلا من العيادات. سيبنا من الجزء اللي فوق ده، ده الرقبة، وسيبنا من الجزء اللي تحت ده، ده الايه، البطن والبلبس وكده. تمام؟ او يعني من اول هنا ده البلفس، ده من ورا، ده الجزء اللي ورا وده الجزء اللي قدام. عايزك تعرف حاجة بقى عن الاناتومي من الاول كده. قدام اسمه anterior، احفظها كويس جدا زي اسمك. ورا اسمه posterior، posterior. يبقى ده الجزء ده، ده العظم الترانك بتاعك من قدام، حتى العظمه اللي في النص دي لو ضغطت، عظمه الصدر لو ضغطت على صدرك من النص كده هتلاقيها. تمام؟ ومن ورا ده الايه، شايف العظمه دي لوح الكتف، لوح الكتف بتاعتك، الناس اللي بتلعب ايه،
ظهر وكده بتتحرك معاهم في الجيم. فورا اسمه بوستيريور وقدام اسمه انتيريور. تمام. هنبص على من قدام انتيريور الاول، هنلاقي العظمه دي. خلينا نصغر القلم شويه، هنلاقي العظمه اللي قدام دي. العظمه دي اسمها ايه؟ اسمها عظمه القص، او اسمها الاسترنوم. هتجد صعوبه الاول في فهم في حفظ بعض الايه الاسماء العظم. يعني العظمه اللي هنا دي اللي انت ممكن تحسها دي اسمها الترقوه، او اسمها ايه؟ كلافيكل. تمام. وزي ما انت شايف العظم الكتير اللي مترصص تحت بعضه ده اللي هو الضلوع، او اسمها ريبس. ريبس معناها ضلوع. كده خلصنا لقدام. ده الدراع ملناش دعوه بيه، صح ولا لا؟ يبقى كده مفيش غير الاسترنوم والتو كلافيكلز، اتنين على الناحيتين اهمت، وضلوع طبعا على الناحيتين. يبقى هي استرنوم واحده، وان استرنوم، وتو كلافيكلز، وكام ريب هنعرف كمان شويه. تمام. طيب نيجي بص البوستيريور بقى، ورا من ورا على الترنك من ورا، هنلاقي ايه؟ ده الدراع ملناش دعوه بيه خالص. اول عظمه اللي هي عظمه لوح الكتف اسمها سكابيولا، او اسمها عظمه لوح الكتف. طيب هنا الريبس صح على الناحيتين وقلناهم، يعني قلناهم خلاص. تمام. طيب في بقى عظم تاني اللي هو سلسله الظهر اللي ورا دي، العمود الفقري. العمود الفقري اسمه فيرتبرال كولن. كولن يعني عمود، وفيرتبرال يعني فقري. طيب مفرده ايه؟ الواحده من دول اسمها ايه؟ اسمها فيرتبرا او فقره. يبقى فيرتبرال الناون من كلمه فيرتبرا، الاسم من كلمه فيرتبرا اسمه العمود الفقري. فلما تلاقي البونز اوف ذا ترانك، تمام، عددهم لي كده، تقول لي فيرتبرا، ريبس، سترنوم، سكابيولا، كلافيكل. انت عرفتهم من على الصوره احسن من الايه؟ من الكتاب. تمام. طيب حلو جدا. دلوقتي عايزين ناخد كل عظم فيهم بالتفصيل. طيب اول عظمه او اول نوع من العظام اللي هناخده اللي هو الفرتبرا او الفقرات. الفقرات اللي بتاعت الظهر ديت لو جيت تبص على شكل الفقره الواحده فيهم اهو، ده شكل الفقره ومكوناتها. انت الاناتومي بقى هي دي دراسه الاناتومي، انت بتجيب الفقره وتدرس كل حته فيها، الحته اللي طالعه دي اسمها ايه، طب دي اسمها ايه، طب دي اسمها ايه، وهكذا. طب الفتحه دي مين اللي بيمشي فيها، طب دي اسمها ايه، طب الحواف دي اسمها ايه، وهكذا. تمام. الفقره الواحده، عايزين بقى نتكلم عن الفقره. لما نيجي نتكلم عن الفرتبرا، فأول معلومة هي النمبر بتاعهم، عددهم من 33 ل 34. تمام. طيب 33 فقرة، ماشي. هي عبارة عن حلقات، رينجز، حلقات. فعلا لما تيجي تبص على شكل الفقرة هي عبارة عن حلقة في الأول وفي الآخر، في قناة في النص كده بيسموها فيرتبرال فورامين. فورامين يعني إيه؟ قناة. القناة دي بيمر فيها الحبل الشوكي. تمام. الحبل الشوكي ده اللي طالع منه كل الاعصاب بتاع جسمك. تمام. ما علينا. يبقى هي رينجز، حلقات مترتبه فوق بعض، placed one above another، كل واحده فوق التانية، فتكون سنجل كولن او عمود واحد بنسميه الفيرتبرال كولن، او ساعات بنسميه السباينال كولن، على اساس ان بيمر جواه الحبل الشوكي. الحبل الشوكي بالانجلش اسمه ايه؟ اسمه سباينال كورد. الحبل كورد يعني حبل، وسباينال يعني شوكي، بيطلع منه النيرفات كده عامل شبه الشوك. تمام. هوريه لك لما نيجي ندرسه ان شاء الله. انما الحبل الشوكي ده عشان كده سميناها، يعني عشان السباينال كورد سميناها العمود الفقري سباينال كولن، مش هتفرق كتير. المهم عندي بقى هو تقسيمه ده المهم، دي اول حاجه مهمه انك تعرفها، تقسيمه العمود الفقري ده عامله ازاي. لو جيت تبص هتلاقي ان العمود الفقري 33 او 34 فقره، بيتقسموا كالتالي: فقرات موجوده في الرقبه فبنسميهم سيرفايكل، سيرفايكل يعني رقبي. بعد كده فقرات تقريبا 12 فقرة موجودين في الصدر، فدي الفقرات الصدرية. بعد كده حوالي 5 فقرات موجودين في البطن، هي الفقرات القطنية. بعد كده كذا فقرة لحمين في بعض اسمهم ساكرم. تمام. الفقرات العجوزية بالعربي.
وفي فقرة او اتنين ملحومين، وده اللي بيعمل الاختلاف. ممكن تكون فقرة واحدة فيبقى 33، او فقرتين لاحمين في بعض فيبقى 34. ايه اللي بيعمل الاختلاف ده؟ الكوكسيكس او العصعص. يبقى ال 33 فقرة بيتقسموا على حسب المكان بتاعهم. عندي 7 فقرات بيعملوا الرقبة فسميتهم سيرفايكال فيرتيبرا. طبعا كلمة فيرتيبرا الجمع بتاعها ان انا ازود ايه في الاخر، تمام؟ فيرتبري يعني فيرتبرا فقرة، فيرتبري او مكسر كده يعني فقرات، ده الجمع بتاعها. عندي 7 فيرتبري في الرقبة فسميهم سيرفايكال فيرتبري. عندي 12 فيرتبري في الثوركس هسميهم ثوراسيك فيرتبري. عندي 5 في اللمبر هسميهم لمبر فيرتبري. وعندي كمان في الساكرم هما بيبقوا تقريبا برضو بيبقوا تقريبا 5 أو 6، والكوكسكس بيبقى 3 أو 4، تمام؟ 2 أو 3 قصدي، تمام. الساكرم ده اللي هو الايه، العظمه، انت ممكن تحسها ورا كده، لو حطيت ايدك ورا كده في من تحت هتلاقي في عظمه في فقرات، وبعد كده في فقره واحده كبيره كده، عظمه كبيره هنشوفها بعدين، تمام. المهم انا عايزك بقى ايه، زي ما شفت الشكل ده فبص على الشكل اللي جنبه ده. ايه ده؟ العمود الفقري طبيعته ان في انحناءات، ان العظم بتاعك من ناحيه الصدر داخل لجوه شويه، فبالتالي في كيرف كده، لما تحط ايدك عند صدرك هتلاقي الفقرات داخله لجوه شويه، ففي كيرف عامل تقريبا شبه حرف الاس. تيجي في العربيات، الناس اللي بتركب عربيات بيعملوا الكراسي بشكل يبقى ايه، يبقى واخد شكل حرف الاس ده، عشان ما تتعبش، عشان ظهرك ما يتعبش وانت سايق، ظهرك ما يتعبش، بيبقى الكرسي عامل كده وبيبقى مريح طبعا لينا كلنا. فهتلاقي السيرفايكال معموله كده، والثوراسيك داخله لجوه شويه، واللمبر العكس بقى طالعه لبره شويه، اللمبر طالعه لبره، والساكرم والكوكسيك داخلين لجوه، تمام. فهو الفيرتبرال كولن بيتكون من سيرفايكال بارت، هاخد اول حرف وهسميهم، الفقره السيرفايكال الاولى هسميها سي 1، الفقره السيرفايكال او الفقره العنقيه الثانيه هسميها سي 2، سي 3، وصولا الى سي 7، يبقى هما 7 فقرات عنقيه. الثوراسيك بارت نفس الفكره، هاخد اول حرف التي واسمي الفقره الصدريه الاولى تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 لحد تي 12. بعد كده لامبر فيرتبرا، الفقرات القطنيه اللي هي في البطن، تمام. لامبر دي كلمه يعني لاتيني، ال 1 ال 2 لحد ال 5. ساكرال، تمام، مش بنسميهم، هي ساكرال بون لانهم فيوزد مع بعض، يعني فيوزد متحدين وملتحمين مع بعض، فما فيش حاجه اسمها اس 1 اس 2 اس 3، هما كلهم عظمه واحده. نفس الكلام بالنسبه للكوكسكس او العصعص، هو برضو ستيل هو عظمه واحده، تمام. بيقول لك ايه، the first three parts form true vertebra، تمام. Called in this way because they are independent and mobile. يعني ايه؟ اول 3 فقرات عندك في جسمك اللي هما سي 1 سوري سي 1 سي 2 سي 3 بنسميهم ترو فيرتبر، يعني الفقرات الحقيقيه. ليه؟ لانهم بيتحركوا. طبعا انت تقدر تحرك راسك يمين وشمال وتبص لفوق وتبص لتحت وتلف يمين وتلف شمال، تمام. ال3 فقرات الاولانيين يعني حر، يعني احرار الحركه، يتحركوا بسهوله، انت بتحرك رقبتك باول 3 فقرات، فسميناهم ترو فيرتبر على هذا الاساس. لكن اخر 2 بارتس اللي هما ايه، اللي هما الساكرم والكوكسيكس، الفقرات الاخيره دي، اخر الحتتين دول هما دول كده مش بيتحركوا اطلاقا، فنسميهم فولس فيرتبر، تمام. هو يقصد هنا بالثري بارتس السيرفايكال والثوراسيك واللمبر، مش بس سي 1 2 3 بس، انا بديك مثال، تمام. يعني اول 3 اجزاء اللي هم السيرفايكال والثوراسيك واللمبر انت فعلا بتتحرك بيهم، بس اكبر مثال على الترو فيرتبرا هم سي 1 و2 و3 اللي هم اللي انت بتتحرك بيهم رقبتك كلها، تمام. طيب تو بارتس فولس فيرتبرا، اسمهم فولس فيرتبرا او الفيرتبرا الكاذبه، ماشي. طيب بعد كده جنرال كاركترستكس، يعني سمات الفيرتبرا دي بتتكون من ايه، واحده واحده بقى كده. اي فرتبرا بتتكون من دي، الفرتبرا اهي جزء كبير قوي كده بنسميه جسم الفرتبرا او فرتبرا البادي، وجزء تاني عامل شبه القوس كده اللي هو بنسميه فرتبرا الارش، ارش يعني قوس، تمام. وبعد كده هتلاقي بروزات، التلاتة دول
البروزات دي بنسميها processes. بروزات، تمام؟ هنتكلم عنهم بالتفصيل. طب بالنسبة للبادي أو الجسم، بص على الصورة دي كده، سيبك من البيانات اللي مش واضحة، مش مهم خالص. أنا عندي ده البادي بتاع الفرتبرا، صح؟ هتلاقي إن البادي ده anterior، ده قدام وده ورا posterior، تمام؟ هتلاقي إيه بقى؟ هتلاقي إن البادي ده ليه upper surface و lower surface. ده الأبر سيرفيس، خلينا نصغر الخط، ده الأبر سيرفيس وده اللور سيرفيس، ده لور وده أبر، تمام؟ كل بادي ليه أبر سيرفيس وليه لور سيرفيس، تمام؟ في شوية إخرام كده موجودة في الفرتبرال بادي، بيمشي جواها البلاد سبلاي بتاعه، الدم. ما أي حاجة في الجسم لازم يوصل لها دم ويوصل لها نيرفات، أعصاب وأوعية دموية، لازم يوصل لها بلاد سبلاي ونيرف سبلاي، تمام. فبيقول لك إيه؟ situated anterior، البادي هو اللي قدام زي ما قلت لك، has upper surface و lower surface، وتحت كل حاجة في الصورة، انت بس بتتخيل الصورة وبتقرا الكلام تفهمه. the posterior part، in the posterior part من ورا اللي هو هنا كده، ده ال posterior part. the body present many nutrient formula أو فورامينا، فتحات مش للتهوية، فتحات للإيه؟ للتغذية. would serve for passage of vessels and nerves into the bone surface. the bodies of vertebra are joined by means of، بص بقى كده، دي فرتبرا ودي فرتبرا، ولتكن ديت مثلا تي 4 الثوراسيك رقم 4 ودي الثوراسيك رقم 5، ما بينهم في جزء كده ايه، شفاف كده، الجزء ده اسمه ايه؟ هما الجماعة الأجانب اللي جم يكتبوا الأناتومي كتبوه كالتالي، تمام؟ قال لك الجزء ده هو عبارة عن يعني ديسك، عبارة عن قرص، تمام؟ ما هو واخد المنطقة دي كلها، يعني القرص ده عامل كده اهو، واخد المنطقة دي كلها، فعبارة عن قرص، تمام؟ قال لك هنسميه قرص، قرص يعني ديسك، ديسك يعني قرص، تمام؟ هو ده القرص اللي ما بين الضلوع، طب اللي ما بين قصدي الفقرات، يبقى فيرتبرال ديسك. طب ما بين يعني ايه؟ يعني انتر، كلمة انتر يعني ما بين، انتر فيرتبرال ما بين الفقرات، ديسك يعني بتاع ده ايه، قرص، القرص اللي بين الفقرات. تسميه ساذجه جدا، بس انت لو عرفت تقسيم، يعني انت لما تقرا لاول مره، لما تقرا مره جويند باي مينز اوف انتر فيرتبرال ديسك، طيب انتر فيرتبرال يعني ايه الكلمه دي؟ فلما تفصصها، انتر يعني ما بين، فيرتبرال يعني فقرات، ديسك يعني قرص، تبقى الموضوع سهل. وده اسمه علم الترمينولوجي او علم المصطلحات الطبيه، ودي اصعب حاجه ممكن تقابلك في الاناتومي في الطب بشكل عام، وان شاء الله انا هديهولك تمام واضح وسط الشرح كده، افهمك ازاي تحفظ المصطلحات الطبيه، تمام؟ طيب كل فقره من دول مربوطه بانترفيرتبرال ديسك، والديسك ده بيتكون من غضاريف او كارتليج، غضروف، تمام؟ so that results a very flexible colon، يعني بيبقى الفيرتبرال كولون مرن، يتحرك قدام وورا، عارف انت بقى، تخيل انت بقى لعيب الجمباز بيتحرك قدام وورا، تمام؟ طيب كده خلصنا كل حاجة لها علاقة بالبادي. طب نيجي نبص على الأرش ده، تمام؟ طيب بص على الصورة، احنا اتفقنا ان ده البادي اوف فيرتبرا بيبقى انتيريور، واللي ورا ده بوستيريور، صح ولا لا؟ نفس الصورة هنا، هنا انتيريور هنا بوستيريور، تمام؟ بس انا باصص من مكانين مختلفين. الارش هو بيكون الايه، بيكون البوستيريور بارت زائد اللاترال بارت. ايه اللاترال ده؟ لاترال يعني ناحيه بره، يعني مثلا ده اللاترال ناحيه بره، ده اللاترال. فهو بيقول لك ايه، ان تخيل ان المثلث اللي في النص ده هو ده الايه، الفيرتبرال كانال اللي قلت لك عليها، او القناه الفقريه، تمام؟ الجزء القداماني منها اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء اللي بالاسود ده، ده اسمه anterior part. الانتيريور بارت بيتكون من ايه؟ من البادي اوف فيرتبرا. عندنا بقى ايه posterior part، ده خلينا نجيب لون تاني خالص، posterior part ده اللون الاحمر، ده البوستيريور بارت. طيب اللون اللي على الجنب ده هوت، عايز اللون يكون واضح، اللون ده اهو، الحته دي والحته دي، الاثنين دولت اللاترال بارتس،
الحاجات اللي ناحيه بره. يبقى انت قسمت المثلث لحاجات انتيريور، ودي بسبب البادي اوفر تيبرا، وبوستيريور وده بالارش، ولاترال وده برضو بالارش، تمام؟ عشان كده بيقول لك ايه، ات فورمز ذا بوستيريور اند لاترال باوندريز. الباوندريز يعني حواف، الحواف اللي ورا والحواف اللي على الجنب، اوفر تيبرال فورامين او كانال، فورامين تساوي كانال، تمام؟ تمام. الارش ده بقى بيتكون من ايه؟ خلينا ننسخ الصوره دي تاني عشان ما تسيبها قدامك كده عشان تبقى متخيل. سخيتش ليه؟ تمام. هنلاقي ان الارش ده بيتكون من كذا حاجه. اولا، اول حاجه بيتكون منها هي متلونه بصراحه، يعني في عندنا كذا، حوالي 7 بروسيسز، 7 بروزات موجوده في الفرتبر. عندنا واحد unpaired، يعني ايه unpaired؟ يعني only one. وعندنا 2 paired، يعني واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال، هما اللي انا معلم عليهم دول، واحد اتنين تلاتة، والناحية التانية واحد اتنين تلاتة، ادي كده 6، وواحد لوحده مفيش زيه على الناحية التانية وفي النص اصلا، يبقى ده كده ايه، 7 processes. البروسيس اللي موجود unpaired، الunpaired بروسيس الوحيد اللي هو spinous process، تمام، البروز الشوكي، تمام. طيب بعد كده في عندنا 2 بروسيسز، الاتنين دولت هما باينين في الصورة، اسمهم superior articular process، وزيهم اللي مش باينين قوي في الصورة دول هنسميهم inferior، او نسميهم الناحية دي inferior articular process. يعني ايه بقى كلمة superior، ويعني ايه كلمة inferior؟ احنا خدنا كذا مصطلح، خدنا anterior يعني قدام، posterior يعني ورا، خدنا lateral وقلنا ناحية بره، superior عكس lateral على فكرة medial، ناحية جوه، وهبقى اعمل لكم فيديو للحاجات دي. مصطلح جديد بقى، superior يعني فوق، وانفيريور يعني تحت، سهلين جدا. انت عندك بروسيس اللي هو باللون ده فوق، يبقى ده سوبيريور، واحد تاني تحته يبقى ده انفيريور. بص كده على رسمة تانية، اهو ده السوبيريور، هو السوبيريور ارتيكولر بروسيس، واللي تحته اهو ده inferior articular process، ده فوق وده تحت، ده anterior ده posterior، هنا anterior هنا posterior، هنا superior هنا inferior، تمام. superior articular، articular يعني مفصلي، تمام. البروز المفصلي العلوي والبروز المفصلي السفلي، او النتوء المفصلي العلوي والنتوء المفصلي السفلي. طبعا ده paired لانه موجود على الناحيتين، يبقى superior articular process ادي واحد ولا اتنين على اليمين والشمال، وانفيريور articular process على اليمين والشمال. في بقى حاجه اسمها ترانسفيرس بروسيس، البروسيس الايه المستعرض، ماشي بالايه بالعرض كده، هو ده ترانسفيرس بروسيس، واحد على اليمين واحد على الشمال. يبقى انت عندك 3 بيرد يعني موجودة على الناحيتين، الاثنين في 3 ب6، وواحد ان بيرد اللي هو السباينس بروسيس، ودي زائد واحد، يبقى كده كام، 7 بروسيسز موجودين في كل فقره. نقرا الكلام كده، عندنا 7 بروسيسز، one of them is unpaired، ونركز على كلمة unpaired دي، ممكن تيجي في الـ MCQ يقول لك إيه هو في الأسئلة، يعني اللي هي الـ multiple choice questions أو الـ MCQs اللي هو الاختيار من المتعدد، يقول لك one name the unpaired process of vertebra، هتقول له على طول spinous process، تمام. بعد كده بقى الـ articular processes بيبقى 2 superior و2 inferior، هما بيعملوا articulation مع الفقرة اللي فوق ومع الفقرة اللي تحت، تمام. سوبرا ياسنت وساب ياسنت فيرتبرا، المصطلح ده قديم وما عادش بيستخدم، ولا تسال فيه خالص، هو الفكره كلها الفقره اللي فوق الفقره اللي تحت، ولا تشغل بالك بايه بالنقطه دي خالص، ومش هتتسال فيها ولا هيجيبها في امتحان، لانه اصلا اي ترمينولوجي انتهى خالص من الوجود يعني، تمام. بعد كده ترانسفيرس بروسيسز برضو ده بيرد، موجود على الناحيتين، من اللاترال سيرفيس من ناحيه بره من الناحيتين، تمام. اوفرتبرال ايه، طبعا انت فهمت يعني لاترال، تمام. بيقول لك ما بين البادي وما بين الارش
ايه اللي بين البادي وبين الارش؟ الفورامين اللي في النص دي، الفيرتيبرال فورامين. تمام. The foramina are placed one above another to form the vertebral canal. الفتحه ده اهي الواحده اسمها vertebral foramen. فورامين فوق فورامين فوق فورامين يعملوا قناه اسمها vertebral canal. تمام. طيب vertebral canal دي ممتده بطول العمود الفقري بالمنظر ده كده، دي الفيرتبرال كانال. تمام. الفيرتبرال كانال دي بتتكون ازاي؟ فورامين فوق فورامين فوق فورامين فوق فورامين عملوا لك الفيرتبرال ايه؟ كانال. تمام. between two neighbors vertebra there is intervertebral foramen for the spinal nerves and vessels. خليني اوريك صوره ليها عشان تفهمها. يبقى في النص هنا في الانترفيرتبرال كانال، هوريك انا بقى الانترفيرتبرال فورامين دي. بص الصورة دي، في النص هنا الانترفيرتبرال او الفيرتبرال كانال. تمام. لكن في ما بين دي فقرة ودي فقرة تانية خالص، دي فقرة سي واحد مثلا، او مثلا دي تي واحد ودي تي اتنين. تمام. ما بينهم وبين بعض في الفورامين دي، دي اكشولي انتر فيرتبرال فورامين. يعني ايه انتر فيرتبرال فورامين؟ يعني انتر يعني ما بين، زي ما اتفقنا. فيرتبرال يعني ما بين الفقرات. من المره بقى مش ديسك، ده فورامين. تمام. دي فتحه ما بين الفقرات. بتسمح بايه الفتحه دي؟ لو انا عندي فقره اهوت وماشي هنا في النص الحبل الشوكي، المفروض ان الحبل الشوكي بيطلع منه نيرف على الجنبين. تمام. النيرف ده بيطلع ما بين الفقرات. النيرف ده بيطلع منين؟ من الانتر فيرتبرال ايه؟ فورامين. تمام. يبقى الانتر فيرتبرال فورامين ما بين تو نيبر فيرتبرا، اتنين فيرتبرا فوق بعض، او يعني ده ايا يكن جنب بعض كده. انتر فيرتبرال فورامين اللي بيطلع منها السباينال نيرفز اند فيسلز. تمام. يعني هو ايه؟ السباينال كورد ماشي في النص كده، بيروح باعت نيرف عن طريق الفورامين دي. تمام. الانتر فيرتبرال في النص اهو ورا اللي انا برسمه ده، يطلع نيرف كده نيرف كده، اول ما يوصل هنا يروح طالع بره. تمام. وبيدخله طبعا من الفتحه دي برضو البلاد فيسلز اللي بتخزيه. تمام كده. تمام. articular characteristics of vertebra. هو هنا هيتكلم عن كل ست او كل نوع من انواع الفيرتبرا. يعني احنا قسمنا طبعا الفيرتبرا الى سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال، وكوكسيجيال او كوكسكس. كل نوع يعني صوابعك مش زي بعضها، فالفيرتبرا دي برضو مش زي بعضها، كل واحده بتختلف عن التانية. يعني مثلا لما يجي يقول لك السيرفايكال فيرتبرا، ده شكل السيرفايكال فيرتبرا، هل ده الشكل اللي انت شفته؟ يعني اللي انت شفتها دي لامبر فيرتبرا، لكن دي سيرفايكال فيرتبرا، تبقى رقيقه بسيطه. لان لو انت عندك الفقره بتاعت العنق عامله كده مش هتعرف تحرك رقبتك خالص، لكن دي رفيعه وبسيطه تقدر تتحرك يمين وشمال. هيكلمك عن كل فقره فيهم بالتفصيل وبتارتكيوليتي زي ما انا تحتها. يعني ده شكل السي 1 لسي 4، السيرفايكال 1 و2 و3 و4 ورا بعض، شوف عاملين ازاي. تيجي بقى للثوراسيك فيرتبرا، شوف عامله ازاي، بتلاقي البروسيس بتاعها طويل شويه. تمام. تيجي بعد كده فين اللمبر؟ الساكرم، ده الساكرم اهو، شوف عامل ازاي، دي فقرات كلها تحت بعضها. شايف القناه اللي في النص دي؟ دي الفيرتبرال كانال اللي بيمشي فيها الفيرتبرال ايه؟ كولم. والفيرتبرال كولم اللي بيطلع في الانتر فيرتبرال ايه؟ فورامين، النيرفات بتاعته. تمام يا شباب. طيب نكتفي بس بالجزء ده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن باقي الايه الكاركترستكس بتاعت كل فيرتبرا فيهم. يا رب تكونوا فهمتوا، بالتوفيق ان شاء الله.